هذا واحد اللي يدير الشويري مسكين ما كانش عنده المجال والشويرتي، وكاين لي البلادات كلها والمجال ما عندوش، في الاخر هو كينزل الفاس تصبر بواحد المسلم صاحبه. انا كنت دوك تعرف المجال ديالي ديما مكوش وما عندي لا خدمه لا صنعه لا والو، وين داك المسلم الفاس يعمل له السيرفاي؟ والله العظيم ماشي عاطيك واحد الحانوت من تما في الضخيم. قال له ماشي نعمر لك حانوت اشوف هاني مرة وعمل له يمكن جدك. قال له حن مني حن منك السيمي تبارخ. زادك المسلم الفاسي هو يعطي له الحانوت، عطى له حانوت كبيرة قد سخط الله. هي الحانوت صبره وخصو باش يعمره، المسلم ما عندوش الفلوس خصو باش يعمل حاجة، وليدي تا هو خاوي مسكين اش عمل الحانوت. جاب له هايترو تشرب وخر عادو بيبسي كولا وقلب تشكر وطرحهم وجي للحانوت والو غير السقف والارض غير ديك القرعه ديال السكر والقرعه ديال البيبسي كولا والقلب السكر. هاد الدراري في العشيه تجبدوا من السكر لا كيرا وديك الحانوت خاويه فيها قلب السكر ويطرو تشرب وقرعه ديال البيبسي كولا. جاو شي ولاد زفريه اللولي بالرحله صاحبو قال لهم ويشي راه داك الطريمبولي تنورهم على القرعه ديال الشراب، هو يعمل الحجره في الطريمبولي تنورو على القرعه ديال الشراب هو يهرسها. الزباد هو طلع له الشمع من سكينات بما مجي الله حك بي 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 سكين 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 ما صبروا الولاد عاود عملوا الدوره وعملوا مويشي ارى الحجره نرومو على القرعه ديال البيبسي كولا نطيحها له، ويرومو على القرعه ديال البيبسي كولا ويطيحها له. هو يتزبط طلع له الشمع قال له سكين هرس القرعه ديال الشراب. قال له يعني هو يعمل الاخر سكين دي هرس القرعه ديال البيبسي كولا. قال له يعني قال له هكا ربحت القلب السكر.